أهلا بكم مشاهدينا من جديد في فقرتنا الحوارية. معنا اليوم ضيفنا في الاستوديو الخبير العقاري أستاذ سليمان للديجان. يا أهلا مرحبا فيك أستاذ، سعداء بلقائك. حياك الله. الله يحييك. بداية أستاذ، تكلمنا عن وضع السوق العقاري في الوقت الراهن. طبعا هذا حديث دائما السؤال اليومي عن سوق العقار المحلي بالذات، ويدور الكلام أيضا في دواوين. و احنا نعاني طبعا في الكويت للاسف من عدم وجود مصدر عقاري موثق معتمد بتفاصيله كما هو موجود في دول كثيره من العالم. لكن بشكل عام السوق العقاري خلال الستة اشهر او تسعة اشهر الاخيره بعد ارتفاع دام تقريبا سنه ونص او سنتين من بعد كورونا، كان هناك في ارتفاع اسعار بالذات في العقار السكني، وصل في بعض المناطق الى 100%. الان هناك ركود بالسوق وانخفاض بالتداول في العقار السكني حسب الاحصائيات الاخيره 40%، بينما النزول في أو الانخفاض في الأسعار يقدر بين 10 إلى 15%. أكثر المناطق متأثرة هي المناطق السكنية البعيدة نسبيا عن العاصمة كصباح الأحمد البحرية أبو الفطيرة رميثية سلوى الجابرية. والسبب في ذلك نسبة ارتفاع أو عفوا ارتفاع المضاربة في الفترة السابقة فيها، أدى إن إلى بعد ما يصير ركود. دائما لما يصير في ركود أكثر المناطق تتأثر اللي كانت فيها مضاربة يومية أو ما يسمونها بالسوق البيع اليومي التداول فيها. نعم دكتور، ماذا يعني إقرار قوانين لتنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء؟ نعم طبعا احنا نعاني في الكويت أيضا من مسألة مهمة جدا، اللي هي قضية العرض والطلب وقضية تحرير الأراضي. هي أمرين مهمين جدا في معالجة موضوع توجه مجلس الأمة الحالي لحل هذه المشكلة، يعني خلاف المشكلة الإسكانية. عندنا أيضا هناك ارتفاع بالأسعار وهذا الكل متفق عليه. برأيي الشخصي القانون صدر الأخير في المداولة الأولى اللي هو من بنوده، اللي هو من أساسياته وضع رسوم على الأراضي الفضاء أكثر من مساحة 1000 متر. خلونا نرجع شوية بس على بشكل سريع، أن في عام 94 هو كان أول سنة تقريبا يقر زيادة على الرسوم أو وضع رسوم على أراضي الفضاء كانت بقيمة نص دينار. ارتفعت في 2009 طبق القانون اللي هو قانون 8/2009، واللي هو ساري إلى ما قبل المداولة الأولى الأسبوع الماضي، اللي هو دفع أكثر لمن كل من يملك أكثر من 5000 متر أرض خالية يدفع كل متر 10 دنانير. توجه مجلس الأمة الحالي في المداولة الأولى، واللي كان مفترض يكون أيضا قراره في المداولة الثانية في نفس الجلسة لكن تم تأجيلها لأسباب عديدة إلى الجلسة القادمة، هو فرض رسوم تقدر المتر ب10 دنانير لكل من يملك أكثر من 1000 متر. يعني القانون السابق كان 5000، الآن نزلوها إلى 1000 متر، والرسوم تبدي من 10 دنانير تبدي بعدين ترتفع إلى أن توصل 30 دينار، ثم ترتفع إلى 100 دينار. بمعنى اللي عنده عقار خالي مساحته 1000 متر ويملك مساحة أكثر من 1000 متر في عقار ثاني سكني راح يبدي يدفع عند تطبيق القانون هذا إذا أقر من المداولة الثانية للمتر 10 دنانير وارتفع 30 إلى 100 دينار. وهو القصد من هذا قصد أكيد جيد، يعني أن اجتهاد وبذل جهد كبير من اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة في محاولة تخفيض الأسعار. لكن برأيي الشخصي ما أعتقد أن هي الطريقة اللي تصل إلى يعني إلى الطريق الصحيح اللي هو تخفيض الأسعار. والدليل أن عندما طبق قانون الرسوم هذا في 2009 اللي هو قانون السابق اللي ما زال ساري مفعول إلى ما قبل صدور قانون هذا أو المداولة الأولى على الأقل، اللي هو دفع 10 دنانير على كل من يملك أكثر من 5000 متر، من بداية صدور القانون في 2009 ارتفع التداول فيه عندنا من 1.8 مليار، ارتفع في 2010 إلى 2.315 مليار، ثم بدأ يرتفع التداول في 2011 إلى 2.315 مليار، وبعدين 2011 بدأت ترتفع أيضا إلى 3.3 مليار تقريبا. وهذا يعطي هذه طبعا الأرقام من وزارة العدل، وهذا يعطيك إشارة أن ليس السبيل أو السبيل الصحيح أن يكون هناك فقط رسوم على الأراضي، لأن هذه قد تعطي تأثير مؤقت على سوق العقار السكني، لكن ليس هي الطريقة الصحيحة. لأن اللي ثبت أن كل ما تكون هناك رسوم تنعكس عادة على المواطن، والمواطن بالأصل اليوم هو خارج، المواطن بالذات اللي منتظر سكن خاص هو خارج يعني السوق السكني، وبالتالي
معالجة القانون هذا أو معالجة قانون احتكار، يعني مسألة احتكار الأراضي ليست بهذه الطريقة. المفترض تكون معالجة كاملة، المعالجة كاملة تحتمل طرح فرص استثمارية أخرى غير العقار حتى تبتعد المضاربة عن العقار، تحتمل معالجة تسريع وجود مخالفات في السوق العقاري وتسريع يعني حلها، ويعني أمور كثيرة لعلنا نتحدث فيها بعد قليل إن شاء الله. طيب شنو وضع الوكالة العقارية قبل وبعد إقرار هذه القوانين؟ طبعا احنا عشان يعني المشاهد الكريم يعرف أن التملك في الكويت طريقتين، الطريقة الأولى بالوثيقة الشرعية العادية، والطريقة الثانية بالوكالة العقارية. وكالة عقارية يذهب البايع ويعمل ورقة في وزارة العدل يوكل فيها شخص مشتري العقار، ويكون الوثيقة في الحالة الثانية الوثيقة ما زالت باسم المالك الأصلي لكن يعطي توكيل، وهي يعني تم البدء فيها يمكن قد تكون من السبعينات والثمانينات من ذلك الوقت ومستمرة إلى وقتنا الحاضر. القانون في المداولة الأولى دعا إلى إلغاء الوكالة العقارية. كان هناك البعض من ملاك العقار يلجؤون إلى الوكالة العقارية لأسباب عديدة، السرعة في البيع والشراء، قد يكون البعض يتهرب من رسوم الأراضي الفضاء كما تكلمنا قبل قليل، وأسباب أيضا أخرى. لكن أيضا إلغاء الوكالة العقارية لن يؤدي إلى تعديل وضع غير سليم بالسوق، لأن الوكالة العقارية في حسب إحصائيات وزارة العدل إلى عام 2022 لا تمثل في التداول العام أكثر من 2.7% من التداول العام، وبالتالي لما يكون في نسبة بسيطة جدا أنت تجي تعالجها ما راح تسوي تأثير بالسوق. والأصل أن الوكالة العقارية حاليا الكثير لا يلجؤون إليها لعدة أسباب قانونية. سبب قانون رئيسي أن من الخطورة كبيرة أن واحد يشتري بالوكالة العقارية ويكون الوثيقة باسم مالك آخر، قد المالك الآخر يعني يكون عنده عليه مطالبات في البنوك، وبالتالي راح يكون الوكالة العقارية وضعها غير سليم وقد يمكن يروح عليه العقار هذا. فأيضا موضوع إلغاء الوكالة العقارية برأيي الشخصي لن تعالج مسألة احتكار الأراضي ولا حتى أيضا موضوع رسوم الأراضي الفضاء. طيب هل يعني يساهم قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في حل المشكلة الإسكانية؟ معالجة المشكلة الإسكانية موضوعها ثاني. الحكومة أو المجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة طرحوا قانون مدن إسكانية، وهي كفكرة جيدة ممتازة جدا، بحيث ألقوا تبعت أو مسؤولية إنشاء المدن الإسكانية على القطاع الخاص، بحيث تكون القطاع الخاص يدش ياخذ له نسبة في يلجأ أو يعني يطرحون أراضي في مدينة المطلع أو جنوب صباح الأحمد أو غيره وغير المناطق الآن اللي راح يتم إن شاء الله يعني التسريع في توزيعها، فراح ياخذها القطاع الخاص مقابل هو يسوي البنية التحتية كاملة، مقابل أنه يكون له من الأراضي الاستثمارية والتجارية داخل المدن هذه تكون له الحق أنه يعني يستثمرها إلى مدة معينة 20 أو 25 سنة أو 50 سنة، أنا ما عندي فكرة عن المدة، لكن وأيضا المواطن يكون شريك في هذه الشركات. فهي كفكرة جيدة لكن قد يلاقيها ما يلاقيها من مسألتين، وهم أيضا كثير من الأعضاء مجلس الأمة تطرقوا لها، اللي هو مسألة التمويل المالي للمشاريع هذه، وأيضا استدامة البنك الائتمان في توزيع أو في إعطاء المواطنين خلال الفترة القادمة. أيضا هناك تفاصيل كثيرة بالموضوع، أن هل سيكون هناك شركات قادرة، هل هذه الشركات ستقترض من البنوك حتى تقدم البنية التحتية بطريقة سريعة. هي الأصل في هذه الشركات أن يكون فيها عندها قدرة مالية وتسرع في تنفيذ هذه المدن الإسكانية. أستاذ، متى ممكن أن نرى أثر إقرار تلك القوانين على أرض الواقع؟ برأيي الشخصي أعضاء مجلس الأمة بالذات اللجنة الإسكانية مجتهدين جدا في معالجة هذه الأمور، لكن أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دعوة إلى حلقة نقاشية أو مؤتمر عام يتم طرح فيه يعني أطراف السوق كلها من اتحادات عقارية وأيضا من مهتمين بالشأن العقاري ومن لهم تأثير أيضا في سوق العقار. يعني إذا قلنا ممكن يكون هناك في صناع سوق ومن الشركات العقارية حتى نعرف وين الخلل، لأن هي المسألة ما هي مسألة فرض رسوم فقط. فرض رسوم سيكون هناك إيراد جيد للدولة،
لكن ما أعتقد أن هذا هو التوجه أعضاء اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة الموقر، أن توجههم أن إيجاد مورد، هو القصد في المسألة كلها في تخفيض الأسعار. وبالتالي إذا لم يكن هناك رأي مشترك لكل من مهتم بالشأن العقاري يطرح رأيه، لأن هناك معالجة كاملة، المسألة ما هي مسألة فقط سكن خاص، أيضا العقارة والقطاع الاستثماري يعاني من هذا الكلام وقد نتطرق له، أو القطاع التجاري نفس الشيء، وبالتالي يعني راح إن شاء الله أتطرق فيه بعد شوية يمكن في الحديث. معلومة بس للمشاهد الكريم، متوسط الصفقة اليوم الإسكانية أو السكنية في الكويت، متوسط قيمة العقار في الكويت وصل حسب الإحصائيات الأخيرة اللي نشرت في الجرائد الفترات السابقة الأسابيع الماضية، بحدود 470 ألف دينار للعقار السكني، وحدود تقريبا 1,000,000 دينار للعقار الاستثماري، وهذه القيمة مرتفعة بشكل كبير سواء على المستثمرين أو حتى لمن يرغب بشراء العقار. نعم أستاذ، احنا وقف معك عند هالنقطة. مشاهدينا بنطلع معكم فاصل لعرض بعض المصطلحات الخاصة بموضوع الحلقة، ابقوا معنا. مشاهدينا عدنا لكم من بعد الفاصل لنستكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الخبير العقاري أستاذ سليمان الدليجان، أهلا بك مرة أخرى أستاذ. أستاذ، من وجهة نظرك يعني هل تفضل الاستعانة بشركات عالمية من أجل تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية أو تنفيذها عبر وكلاء محليين؟ ممتاز، احنا خلينا نتكلم بالأرقام أول شيء عشان المشاهد الكريم يعرف شلون وضع العقار في الكويت، والكل طبعا يتكلم لكن يمكن الأرقام ما تكون حاضرة عند الجميع. احنا عندنا تقريبا 6,000 إلى 7,000 زيجة سنوية تدخل في حيز طلبات المؤسسة العامة السكنية. اثنين، عندنا أكثر من 90 طلب حاليا، غير تقريبا يتعدى الرقم أكثر من 110، يعني فوق 20 أو 25 ألف تقريبا موزعين على الخرائط، وبالتالي فعليا عندنا فوق 110,000 طلب حسب علمي لم يستلموا سكن خاص. احنا عندنا فوق 200,000,000 دينار تكلفة الدولة من توزيع أو من منح بدلات إيجار للمواطنين. فعندنا مشاكل مالية متحملة الدولة، وعندنا أيضا مشكلة في سرعة تنفيذ أو حل هذه المشكلة، وبالتالي طرح حل المشكلة الإسكانية عن طريق المدن الإسكانية كفكرة جيدة، لكن قبل شوي قلنا بعض المثالب عليها، لكن الآن أكيد الشركات العالمية والشركات المحلية كل واحد له يعني ميزاته وسلبياته، لكن الشركات العالمية قد تملك ما يسمونه بالنوهاو أو المعرفة، وبالتالي قد يكون عندها قدرة أكبر من الشركات المحلية، بالإضافة أيضا عندها خبرات، يعني في شركات عالمية غربية أو حتى من جنوب شرق آسيا قادرة على سرعة إنجاز هذه الوحدات السكنية. مشكلتنا لازم تكون المعالجة هذه، في ناس يقولون لازم الشركات المحلية يعني تستفيد، وبالتالي حتى يكون هناك أيضا يعني كما نقول يعني إذا كان في بنية تحتية فبالتالي لازم الشريك المحلي أو الوكيل المحلي يكون له حصة من هذه، يعني الجانب المواطنين الكويتيين أو الشركات اللي يملكونها المواطنين الكويتيين من حقهم أن يدشون ويتدخلون ويحلون هذه المشكلة كما هي كانت في السابق. لكن للأسف أن بعض الشركات الكويتية خلال فترات السابقة خلال 40-50 سنة كثير من الشركات تعثرت، وبالتالي أنا أعتقد أن حل مشكلة إسكانية بالشركات العالمية قد تكون أسرع، لكن ممكن أيضا الاستفادة من خبرات بعض الشركات المحلية الموجودة حاليا. دكتور أستاذ، نرجع لموضوع السوق العقارية، هل يوجد فوضى في السوق العقارية على الرغم من سن القوانين والتشريعات؟ احنا الحديث حول السوق العقاري حديث ذو شجون، لان احنا نتكلم على ثلاث اطراف، الطرف الاول اللي هو البايع، والطرف الثاني المشتري، واحنا عندنا الوسيط ايضا او الوسطاء العقار. برأيي الشخصي يمكن قد يخالفون البعض، احنا عندنا اول شيء بالنسبة حق الوسيط العقاري الكثير منهم يفتقدون الثقافة العقارية. انا احب اضيف نقطة رابعة اللي هو عدم وجود مرجعية عقارية، يعني كمثال في بورصة الأسهم عندنا مرجعية عقارية فيها البورصة وفي هيئة اسمها هيئة أسواق المال تنظم العمل في داخل بورصة الأسهم، لكن في العقار إلى الآن ما زالت وزارة التجارة هي المهيمنة الكبيرة على موضوع أطراف السوق وتداول في السوق. لكن هذا لا يكفي، لأن الأمر يحتاج زيادة ثقافة وسطاء العقار، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى الاحتكاك في
وسطاء عقار سواء خليجيين او عرب او حتى اجانب، وهذه مفتقده في الجانب الكويتي حتى نستفيد من خبراتهم. هذه واحده. اثنين، التعامل ما زال في السوق. وزاره التجاره وعدت كذا مره وتحدثت بتطبيق ما يسمى العقد الالكتروني في الوساطه العقاريه، والى الان الى هذه الساعه على الاقل لم يتم التعامل فيه. ان شاء الله يكون عن قريب ويحل كثير من المشاكل اللي الان تداول السوق في الطريقه العاديه الكتابه في دفتر العقار. ايضا البائع يفتقد كثير من المعلومات، الناس يفتقدون في سوق العقار المعلومات، يعني اكثر مصادر الناس اليوم من التداول في العقار هو عباره عن وسائل التواصل اللي قد يشوبها ما يشوبها من اخطاء واخبار غير صحيحه، وايضا من الدواوين او الاتصالات الشخصيه، وهذا غير صحيح. المفترض يكون مره ثانيه يكون هناك مرجعيه، مصدر موثوق. يعني اعطيكم مثال سريع عشان لا نطول. في احدى المكاتب العقاريه في امريكا احببت اني اعرف تاريخ عقار معين، فبزر او زرين عرفت تاريخ عن طريق المكتب العقاري هذا، تاريخ هذا العقار من السبعينات، كم تم بيعه، من الاشتراء، من اللي باع. هني بالكويت عندنا هذه المعلومات شبه مغيبه تقريبا، اذا لم تكن مغيبه بالكامل عن المواطن، وبالتالي اذا المواطن ما عرف تفاصيل هذا العقار قد ما يكون له رأي، خصوصا في العقار الاستثماري يعني يكون له رأي ثاني قد يكون مخالف لما يفترض يكون فيه. طيب شنو الملفات التي ما زالت بحاجة لإعادة النظر من أجل سوق عقاري أكثر تنظيما؟ يعني أكيد التعامل بالمكننة أو التعامل الآلي هو الطريقة الصحيحة كما هو في حاضر يعني حاليا في بورصة الأسهم. ايضا الشفافيه، لازم يكون في درجه عاليه كبيره من الشفافيه. اليوم ما زال سوق العقاري يعاني من عدم الشفافيه، يعني الكثير ما يعلمون ان هناك صفقات تمت خلال فترات سابقه ب 45 مليون دينار مبادله خلال الشهر الماضي، بيع مجمع في محافظه حول اللي بقيمه مبلغ عالي تعدى 20 مليون دينار، ويعني كثير من الاسعار السكن الخاص يطلع خبر انه تم بيع عقار وهو فعلا تم بيع عقار في داخل محافظه العاصمه 1000 متر في احدى المناطق بحدود 4 ملايين دينار، وبالتالي قد يعتقد البعض ان الكثير او العقارات في نفس المنطقه بهذا السعر، وهذا مو بالضروره يكون هذا السعر. فبالتالي انا اعتقد ان سوق العقار المحلي ثلاث امور تحتاجها، اللي هو تثقيف وتدريب وسطاء العقار بالذات على المعلومات العقاريه، وجود مرجعيه عقاريه، والثالثه يعني توضيح للناس بشكل عام شنو اللي قاعد يجري في السوق بالذات التداول اليومي. آخر سؤال أستاذ، العقار الاستثماري يعاني رغم ارتفاع الأسعار، لماذا؟ احنا اليوم عشان نشرح موضوع العقار الاستثماري قد يطول، لكن العائد على الأموال اليوم في البنوك وصل تقريبا على الدينار الكويتي بحدود 4% 4.25%، والعقار الاستثماري اليوم يعطي عائد مقدر بين 6 إلى 7%. البعض يقول لي كذي انا يمكن احط بعمله اجنبيه توصل 5-5.5%، وبالتالي هي منافسه بشكل كبير للعائد على العقار المحلي. لكن عندنا مشكله ان تكلفه الاقتراض في البنوك بالرغم انها مرتفعه ما ادى الى انخفاض اسعار العقار الاستثماري، لكن عندنا من جانب ثاني كما ذكرتي هناك معاناه في القطاع الاستثماري، وجود شقق شاغره. يعني احنا الى نهايه 2022 كان الخالي حسب ما أذكر في إحصائية اتحاد العقاريين الخالي بحدود 10-12%، وأنا أعتقد خلال فترة 9 أشهر أو 10 أشهر اللي فاتت ارتفع الخالي، والسبب في ذلك أكيد واضح والكل يعلم أنه هناك 6 تقريبا جنسيات الآن ممنوعة من الدخول بالكويت، وهي جنسيات عربية وأجنبية، وهي محرك أساسي في القطاع الاستثماري. اليوم القطاع الاستثماري نسبة الأجانب اللي ساكنين فيه أو خلينا نقول غير المواطنين بحدود 90-95%، بينما في العقار السكني اللي هناك قد يكون توجه من اللجنة الإسكانية أيضا لفرض رسوم على البيوت السكنية، وهذه أيضا موضوع ثاني راح سيعاني منها المواطن أيضا الكويتي إذا فرضت رسوم، لأنها راح تنعكس عليه أيضا. فبالتالي القطاع الاستثماري ما زال يعاني، بالرغم من ذلك الأسعار مرتفعة خصوصا في العقارات المميزة، لسبب أن المستثمر الكويتي يرى أن كمية العرض والطلب كمية عفوا العرض قليلة، وبالتالي
يحاول يلجأ انه يشتري يستثمر حتى لو يعني يكون عنده شاغر خلال الفتره الحاليه، وقد تكون الامور ان شاء الله الفترات القادمه يعني بالنسبه حق القطاع الاستثماري افضل ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر لك الخبير العقاري استاذ سليمان الزليجان، سعداء بلقائك وشكرا على حضورك معنا اليوم في برنامج مال وعمال. شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشوفكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله.